يا صباح الفل على حضراتكم مره تانيه. تطوير التشريعات الخاصه بالمراه في كل المناحي السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه هو هدف اساسي للمجلس القومي للمراه. ازاي يمكن تمكين المراه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وازاي كمان تدافع عن حقوقها في هيئه تشريعات تدافع عن قضايا المراه وتنحاز ليها بشكل كبير في المجتمع. هنتكلم على الجانب التشريعي، الجانب القانوني، محتاجين ايه من التشريعات الفتره اللي جايه ممكن نغيرها عشان نضمن ونقدم حلول اكثر لقضايا كتير جدا بتعيشها المراه المصريه. معانا الاستاذه فاتن عريف، عضو المجلس القومي للمراه والمستشار القانوني ومساحه كده قانونيه هنتكلم عنها. صباح الخير على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب الصحه والسلامه. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الجديد في اللجنه التشريعيه بالمجلس القومي للمراه فيما يتعلق بالتشريعات وبال يعني سن القوانين زي ما لا كتير قوي. بما ان يعني القياده بتاعتنا دايما بتدافع عن المراه المصريه وبتقول ان المراه هي ايقونه المجتمع وشريك اساسي وهي نص المجتمع الحلو اللي بيهتم بنص المجتمع الثاني، اذا المراه هي المجتمع ككل. في تشريعات كتير جدا المجلس القومي للمراه تدخل فيها، او ان احنا عملنا زي مش قانون زي مسودة أو تم تقديمها على إن احنا لأن احنا مش جهة تشريعية، احنا بنقدم إيه أهم بالظبط كده، إيه أهم المعوقات اللي احنا بنشوفها عن طريق طرق الأبواب. طرق الأبواب دي حملة من أكبر الحملات الموجودة في المجلس القومي للمرأة. احنا موجودين في 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، كل محافظة مختصة بالمجموعة فيها لأن هي ملمة بمشاكل المحافظة بتاعها. احنا عندنا المجلس الام بقياده الدكتوره مايا مرسي، بقول لها كل سنه وهي طيبه، هي عشان طيبه يا رب دايما، وبقول لكل ام مصريه كل سنه وهي طيبه. طيب. 27 محافظه، كل محافظه مختصه بالقضايا اللي داخل المحافظه فيها، كل محافظه فيها مجموعه من العضوات اللي هم مسؤولين عن المحافظه دي نفسها، يعني انا محافظه الجيزه فمسؤوله عن محافظه الجيزه وعن المشاكل حوالين محافظه الجيزه كلها. فبننزل طرق الابواب، احنا بننزل للقرى وبننزل للنجوع، بنتفاعل مباشره مع المراه المصريه في القريه، بنعرف ايه اهم القضايا اللي بتعاني منها فعليا. مش مجرد حضرتك بيجي لي ورق فانا خلاص بستند للورق، لا ده انا بنزل، عشان كده اسمها طرق الابواب، انا بخبط على بابها، بنزل وبستعين بالرائدات الصحيه وبالرائده الريفيه. ايه يا فندم بقى، دي تجربه مهمه جدا، فكره طرق الابواب والتواصل المباشر ده، ده اهم من اي وسيله تانية في الدنيا، ان انا وجها لوجه كده اشوف ايه مشاكل المراه. سمعتوا ايه منهم؟ يعني قالوا لكم ايه هي ابرز القضايا اللي المراه محتاجه تشتغل عليها الفتره اللي جايه، سواء في الجيزه او المراه الريفيه او العامله، سمعتوا ايه؟ عامة كل محافظة لها سمة معينة، يعني لو بتكلم مثلا على محافظة سيناء أكيد مختلفة عن اسكندرية، أكيد مختلفة عن أسوان، أكيد مختلفة عن الجيزة، لكن أنا بتكلم عن عامة القضايا اللي احنا يعني وقفنا عليها. في الجيزة إيه هي أبرز الحاجات اللي سمعتوها؟ يعني اعتقد حضرتك مش في الجيزه بس، كان قضايا الختان، يعني يعني طبعا قضايا الختان كانت من اهم القضايا اللي تم طرحها، وان احنا فعلا جالنا صدمه لما عرفنا عدد واللي بيمارس عليها، على ان هي عاده سيئه جدا بيتم لغايه دلوقتي، علشان كده كان لازم نقدم مشروع يجرم الختان. فدي كانت بدايه اول مشروع تم تقديمه من المجلس القومي للمراه. كذلك الزواج المبكر في القرى وفي النجوع، انت بتحرمي الطفله من حقوقها كطفله في ان هي في الحياه وان هي تمارس حياتها وفي التعليم ويكون في هدف في حياتها ان هي تحلم بيه، فحضرتك بتمنعيها من كل مستحقاتها، تخلي طفله عندها 13 14 سنه عندها مسؤولية كاملة لأسرة وأطفال وزوج، فلازم كان يكون في مشروع لتجريم الزواج المبكر، وخاصة في الإحصائيات الأخيرة لما الرئيس نفسه قال 2.5% من إجمالي عدد السيدات هو حضرتك زواج مبكر، فإحنا يعني بنحرمها من كل حاجة. صحيح. العنف، أنواع العنف كتيرة جدا وموجودة ضد المرأة. طبعا ضد المرأة طبعا، سواء كان العنف اللفظي، سواء كان العنف الجسدي، سواء كان العنف الاجتماعي، وأكتر حاجة كانت لنا صدمة فيها وهي حضرتك حرمان المرأة من الميراث، ودي صحيح. كانت موجودة في القرى وفي الصعيد على إن السيدة لا ترث، السيدة هي مجرد لها يعني جوازتها وبس، وكأنها مش جزء من العيلة ولا إن لسه هي لسه العادات دي موجودة، يعني لسه
في بعض الاحيان الست ما بتورثش ازاي؟ ده بشرحا يعني. ايه هو المفروض ان هو شرع ربنا، وزي ماشيين على شرع ربنا، ربنا ادى للسيده حاجات كتير جدا يعني. ربنا كرم الست، عمل لها سوره اسمها سوره النساء ونزلها في القران. ربنا كرم الست ان في سيده، سيده العذراء، سيدتنا مريم موجوده فيها. ربنا كرم السيده على ان هي تحتفظ بميراثها وتحتفظ بمالها، وان هي لما تتزوج حضرتك يكون لها مهر ويكون لها نفقه ويكون كل الحاجات دهيت كلها. لكن المجتمع هو سلب حقوق المراه، صحيح. مش الشرع هو اللي سلب حقوق المرأة. فإذا أنا لو مشيت حضرتك على حسب الشرع، لا، ده المرأة هتاخد حضرتك حيز كبير جدا وهتحتفظ بجزء كبير جدا من الحقوق بتاعها. طيب هناك أيضا صوتك لمصر بكرة، حملة من ضمن الحملات اللي حضرتكم بتقدموها لتوعية السيدات ان هم ينزلوا اكيد الانتخابات. طبعا احنا داخلين على انتخابات، والانتخابات اللي المفروض ان احنا داخلين عليها الانتخابات الرئاسية. احنا بنعمل حشد كبير جدا لتوعية المرأة. انا ما بقولهاش على فكرة في الحملة ده هي تنزل تنتخب مين، لكن انا بوعيها بقول لها اهمية صوتك ايه. يعني دايما لما القيادة السياسية بتقول ان المرأة هي شريك اساسي في المجتمع، انزلي وخدي حقك الدستوري. صحيح. انت ليكي صوت وصوتك مؤثر في المجتمع. صوتك اثر، صوتك غير. يعني هي لما نزلت حضرتك بعد في 30 يونيو وعملت حلال الاستحقاقات حضرتك السياسيه، سواء كان في مجلس النواب او حضرتك في الدستوريه او حتى في الرئاسيه اللي فاتت، طلعت النتيجه تقريبا 56.5% كانت للمراه المصريه. اذا المراه المصريه هي اكثر ادراكا بمشاكل المجتمع بتاعها، المراه المصريه هي اكثر انتماء واكثر وطنيه واكثر ايجابيه. وده اللي اتفاجئت بيه لما بنزل القرى وبنزل النجوع، رغم ان المراه هناك في قدر كبير جدا من التعليم، يعني هي لم تحصل عليه، لكن عندها وعي اجتماعي وعندها وعي بما يعني بالمشاكل اللي حواليها. يعني انا بصراحه بقف قدامها مذهوله، لان الست اللي ما خدتش قدر من التعليم دائما وابدا. انا عشان كده على فكره في كتير جدا من مؤسسات المجتمع المدني هم كانوا بيشتغلوا مع الشباب، وكان بيغيب عن فكرهم تماما المراه المصريه، دايما بيصوروها على ان هي الجهله اللي مغلوبه على امرها، او ان هي حضرتك اللي هي الضعيفه او حزب الكنبه. ف 30 يونيو هي غيرت مفهوم المرأة تماما. طبعا فاحنا شعب ملوش كتالوج، والمرأة المصرية برضو شعب ملوش كتالوج. حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، فكرة التعليم. للأسف الشديد نسب الأمية يعني عالية ومرتفعة، والتعليم عنصر أساسي في تشكيل فكر أي امرأة عشان تبقى واعية بحقوقها السياسية ومشاركتها السياسية. الجانب ده ازاي بتشتغلوا عليه؟ ازاي ممكن في يوم من الأيام ما يبقاش عندنا أمية في مصر، في يوم من الأيام نحقق معدلات كبيرة جدا في التعليم الخاص بالسيدات؟ طبعا أنا بتمنى حاجة زي كده هوت، لأن التعليم هو أصل التنمية. التعليم هو أصل حضرتك الاقتصاد. أي دولة حضرتك عايز الاقتصاد بتاعها يرقى، طبعا. أو أي دولة في العالم كلها بتقيس مدى التحضر بتاعها بمدى حقوق المرأة اللي موجودة فيها، لأن دايما المرأة هي المقياس أو السنسور بتاع حقوق الإنسان وحقوق المرأة. فالتعليم هو محو الأمية. في طبعا جزء كبير جدا من القرى ومن جوه لما بننزل فيه المرأة ما خدتش قدر فيه. فعشان كده حضرتك لما فتحنا الملف بتاع الزواج المبكر، طب ما هو ده بداية لحرمان البنت من التعليم. صحيح. تمام. طيب لو هي حضرتك محرومة من التعليم، طب هي لما تتجوز هتربي ولادها ازاي؟ ما هي ما خدتش من القدر كافي من التعليم. صحيح. فهي هتربي ازاي او هتمارس حقوقها ازاي؟ عشان كده في طرق الابواب احنا بننزل بنعمل وعي مباشر. حضرتك سالت قبل كده هوت ايه قيمه طرق الابواب. قيمه طرق الابواب على ان انت بتخلق روح ما بينك وما بين الشخص، لان هو مش بيكلمك عبر حاجه، ده انت بتتكلم معاه. فلغه الحوار او لغه الجسد او ان انت تبقى متعاطف، بتظهر له كمان الكلام ده هوت في المشاكل اللي هو بيعاني منها، بتحاول تكون وسيله الاتصال ما بينك وما بين مؤسسات الدوله، بتعرفه كتير ايه الدوله بتديله، لان احنا عندنا معاش تكافل وكرامه. صحيح. كان في كتير جدا من السيدات ما كانتش تعرفه واستفادت بيه. كان عندنا على فكره دلوقتي في المجلس القومي للمراه في وثيقه اسمها وثيقه امان، اللي هو اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المنتظمه او غير بالظبط كده. لا دي كمان بيقدمها المجلس القومي للمراه هديه للمراه حضرتك المعيله، للمراه المطلقه، للمراه الارمره، او المراه بصفه عامه. هي قيمتها بتبقى 500 جنيه لمده الشهاده، لمدتها 3 سنوات بواقع 16% فايده عليها. المفروض ان هي بتستفيد منها بقدر كبير. طيب لو اتكلمنا عن القوانين، تعديل قوانين الاحوال الشخصيه،
يمكن هو يعني موضوع حساس شوية، لأن بعض النواب مش قادرين يفهموا إيه فكرة المطلوب أو النص الموجود، أو أنتوا عايزين تعدلوا إيه فيه. عايزه اقول لحضرتك حاجه، لان احنا المفروض للقانون قوانين الاحوال الشخصيه احنا ممكن نقعد 10 حلقات نتكلم فيها، بما ان انا حضرتك محاميه وبما ان انا في زي ما بيقولوا كده في المطبخ، ففي مأساة بتحصل بشكل غير طبيعي. صحيح. في فرق بين القانون وفي فرق بين التنفيذ. يعني انا بيبقى عندك نص قانوني ممتاز، بس حضرتك لما بتاخد حكم ما بتعرفش تنفذ الحكم دوت نتيجه ان الدفع حضرتك، يعني انا باخد حكم النفع، فبيبقى الزوج مثلا بيشتغل حضرتك مهنه حره، محامي، دكتور، مهندس، فمتبقاش تعرف الدخل بتاعه بالظبط قد ايه، فده بيتم التلاعب بيه، بيبقى الدخل بتاعه مثلا مبلغ كبير جدا. صحيح. وبيتم حضرتك على ان هو بياخد مبلغ ضئيل جدا نفقه للاولاد ونفقه للزوجه. دي اول مشكله انا بلاقيها. تاني حاجه تنفيذ النفقه نفسها، يعني ممكن حضرتك يبقى ساكن في مكان فيبتدي يسافر، تمام، علشان انا ما اعرفش اوصل له، فاذا انا مش هطبق عليه كمان. اذا تنفيذ القانون هو مشكله كبيره داخل مصر، يعني قوه القانون بلس على كده تنفيذها، ده بيبقى من ضمن المعوقات الاساسيه في ان هي الست تاخد حقها. طيب احنا بنتكلم على قانون احوال شخصيه، قانون الاحوال الشخصيه بدون مبالغه بقاله من 95 ل 96 سنه. صحيح. لم يتم تعديله. صحيح. الا حضرتك في شقين، الشق الاولاني اللي هو المحاكم المتخصصه وهي محكمه الاسره، دي طبعا حلت جزء كبير جدا وقضايا بسيطه. علشان كده المجلس القومي للمراه كان مهتم جدا بقانون الاحوال الشخصيه اللي فيه ظلم كبير جدا بيقع على المرأة. ما نبصش للمرأة المتعلمة أو اللي لها دخل، بصوا للمرأة المعيلة، بص للمرأة حضرتك اللي هي لم تاخد قدر من التعليم. إذا كان الراجل ترك أسرته علشان مش قادر يعني يشيل المسؤولية، فتخيل هي المرأة دي هتشيل مسؤوليتها بالظبط مسؤوليتها ومسؤوليته، وكمان النفقة هي مسؤولة منها من الأطفال. صحيح. فازاي ان انا اقول ان الراجل لا، هو انت عم محتاجين ايه؟ لا احنا محتاجين ثوره تشريعيه وثوره القانون ده تحديدا، بالتحديد ده طبعا. طب استاذه فاتن، العنف اللي بيمارس ضد المراه، وللاسف الشديد احنا عندنا مظاهر كتيره للعنف ده، عنف اسري، عندنا حتى العنف اللفظي اللي في الشارع، العنف الجنسي اللي في بعض الاحيان بيمارس ضد المراه، التحرش وغيره، الى اي مدى احنا عرفنا تشريعيا نضبط المسألة دي؟ يعني ولا حتى الآن مفهوم العنف ضد المرأة ده مفهوم واسع وصعب ضبطه تشريعيا وبيمارس مجتمعنا دون حساب؟ العنف ده من أسوأ يعني حضرتك الحاجة اللي ممكن تحط فيها تشريع، لأن العنف هو ممكن يوصل للقهر النفسي، الإنسان ده هو ممكن يموت في مكانه من كثرة ما الضغوط النفسية اللي أنت بتحطها عليه. ففي عنف نفسي وده من أسوأ أنواع العنف، في العنف حضرتك اللي هو البدني، ده الإزاء البدني، في العنف اللفظي نتيجة حضرتك الكلام، في نوع في القانون في في نوع الإيحائي، يعني ممكن ما أنا ما أعملش حاجة بس أعمل حركة بإيديا أو أعمل حركة بعينيا، فدي إيحاء هو تدل على العنف، تمام. وفي يعني أشد أنواع العنف اللي أنا كنت بتكلم على حضرتك عليه اللي هو الحرمان من الميراث، وعلى اعتبار إن الست لا هي مش جزء من الأسرة، فده عنف نفسي وعنف اجتماعي واقتصادي وقهر بشكل غير طبعا. طبيعي على ان هي ما تاخدش حق من حقوقها اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها. فعشان كده كنا لازم نقدم حضرتك مشروع قانون على تجريم اللي يحبس ميراث انثى او يمنعها من ان هي تاخد الميراث. كذلك حضرتك الختان هو من اشد العنف الجسدي. صحيح. على ان هو احنا حضرتك حطيناه من ضمن مش عنف بس، على ان هو حضرتك جريمه، لان هو بينتج عنه اثره، وكانه حضرتك يعني البنت دي بيجي لها اولا امراض نفسيه طبعا، وفي نفس الوقت بيأثر على اسرتها فيما بعد، وبالتالي بيأثر على المجتمع ككل. يعني الموضوع مشكلة كبيرة، الموضوع محتاج حل. ولكن بعد ما حضراتكم بتتناقشوا وبتعرضوا، هل بيتم سن قوانين سريعة ولا لسه برضو واخدين؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله رب العالمين، المجلس القومي للمرأة كان ليه سبق كبير جدا حضرتك في ان احنا مثلا الولاية التعليمية، ما هذا برضو كان عنف بيمارس على المرأة المطلقة، في ان هي بيتم الضغط عليها من خلال اولادها. الولاية التعليمية ديت في حالة انفصال رجل
زوج وزوجه عن بعض. طيب الاولاد ديت مين اللي بيبقى الحاضن؟ بتبقى الام من عمر يوم لعمر 15 سنه، هي اللي مسؤوله عن الاطفال وعن الحضانه بتاعته. فتخيل الولايه التعليميه كانت تصحى الصبح تلاقي صحيح. ابنها اتنقل مدرسه ثانيه، او تصحى الصبح تلاقي ان ابنها حضرتك بدل مدارس في مدارس ناشونال بقى حضرتك في مدارس اميره او مدارس تعليم، او هو حضرتك كان في منطقه راح في منطقه ثانيه خالص صحيح. فدي المجلس تدخل فيها وقدم مشروع قانون واصبحت الولايه التعليميه لمن له حق الحضانه على الطفل. احنا محتاجين حلقات كتيره جدا صحيح. عشان نتكلم على تشريعات محتاجينها بشكل كبير الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا استاذه فاتن. قبل الانتهاء بقى كده فاضل لنا خلاص قبل الانتهاء بدقيقه بس، طبعا انا بقدم تحياتي واقدم بقدم تحياتي لكل ام مصريه، لكن انا بقدم التهنئه لامي انا طبعا. وبقول لها كل سنه وانت طيبه وانت سبب كل خير انا موجوده فيه، فملكه متواجده. اشكرك شكرا جزيلا فاتن عريف عضو المجلس القومي للمرأة ومستشار القانوني. كل سنه وكل ام مصريه النهارده طيبه وخير، ويا رب كده في سعاده دايما. كل سنه وانت طيب يا امين. كل سنه وانت طيب يا محمد حقيقي. عايزين هدايا بلاش الهدايا الزوجه لا مش عايزين الحاجات دي، عايزين ابعدوا عن موضوع حقنا ناشف يا جماعه، عايزين حقنا ناشف. كل سنه وحضراتكم طيبين وسنه سعيده كده عليكم، وميرسي جدا على وجودكم معانا وحضوركم لمده ساعتين من الساعه 8 ل 10. دايما خلوا صباحكم صباحا صباح الخير والسعاده.